يدعي أنه طبيب، وهاي لازم نفصلها، يعني ما يخص الأطباء ودورهم، كانوا يقطعون الأجزاء من جسده بالمقص أمام عيوننا بدون بنج ولا، وفيما بعد أطلق سراحه، لأنه الرجل هو لا يعني ما عنده شيء يخفيه. فهذا نجا من هذه العملية، لكن هذا الرجل الإسرائيلي، واللي اعترفت كاربنسكي مديرة السجن فيما بعد أنه نعم كان هناك محققين إسرائيليين، وقالت أنا التقيت بهم وكانوا يتكلمون لهجة الشرق الأوسط ويتكلمون العربية، وعرفت منهم أنهم إسرائيل. هذا يؤكد كلامنا اللي إحنا متأكدين منه، وهو كان دائم التفاخر بأنه إسرائيلي يحقق في العراق. لغرض الاستفزاز ربما. نعم، لغرض الاستفزاز، ودائما يعني حضور التحقيق كان يدخله بكلمات يعني بعيدة عن القضايا اللي احنا معتقلين بيها، انه احنا اخذنا فلسطين وهسه العراق، واحنا وانتم لازم تغيرون من هذا، وامريكا دولة عظمى، ومن هالامور هاي. كم بقيت في هذا حفلة الميوزك؟ طبعا هي تعتمد، حفلة الميوزك تعتمد على يعني تحمل الانسان ومدى صبره على الأذى اللي يبذر منهم. أنا طولت بيها تقريبا 4 أيام دون أكل دون شرب؟ بدون أكل، ولا إذا ضفت لها فترة الصيام ليوم أكون 5 أيام، لأن أنا واثق أنه كنت يعني أشعر بأن الأرض تدور بيا وأنا مقيد، وهو اللي سبب عطب إيدي ودخول الكلبشة داخل راحة اليد، اللي حتى قمت اشتم منها رائحه. يعني بهاي 3 ايام او ال4 ايام لم ترى يعني بشر، فقط تسمع اغنيه بابلون. لا، لمده يومين، يعني الأغنية. اليوم واليوم الثاني بابلون. وبعدها بعدها تم فتحي من هو اجاني هذا الشخص نفسه وخر السماعه وكلمني. انا الحقيقه كنت ما اسمع، هو اعتقد بانه انا ما اكلمه، فبدأ يضربني من الفتحة مال الزنزانة بالحذاء، وأنا ما كنت أسمع، لأنه يعني هو السماعة وخروها مني وعطفوا الصوت، لكن أنا كنت أسمع الصوت، يعني الصوت كأنما مستمر، ما أعرف. فبهالحالة هو جاب بطل مال مي من هذا البلاستيك وداره فوق راسي على أنه يريد يصحيني، وهي كانت فرصة طبعاً لأن يعني يتبلل حلقي أو ألعق المي اللي نزل بالأرض حتى أكون قد شربت مي بعد صيام 5 أيام. وبعد ساعة بديت أسمع الأصوات، فبدأ يحقق وياي على نفس الموضوع، ومن ثم أنهضني، وكان عندي باندج ملفوف على إيدي على الجرح بإيدي. أجا جرينر، واحد من المنتري بوليس، شال الباندج. طبعا الباندج نتيجة الجرح ومي كان ملتصق على اللحم، فمن رفعها رفع ويا طبقة من ايدي، وصار عندي تقريبا اغماء، حسيت نفسي بعد. ايضا وضعوا علي مي وادخلوني الى زنزانة رقم 49. شبيه ال 49؟ هي زنزانة عبارة عن مرافق صحية، هي زنزانة، هي مرافق، هي الزنزانات كلها عبارة عن مرافق صحية، يعني لكن تمتاز أن طولها متر ونص ومترين إلا ربع، وعرضها متر متر ونص. تعرضت للتعذيب آخر؟ طبعا أخذوني جلسات تحقيق، عدة جلسات تحقيق. جلسات التحقيق هي جلسات تعذيب تقدر تسميها، لأنه أنت يأخذونك يربطونك بهالوضع هذا في حلقة بالأرض، وتبدي عملية الضرب والصعق بالكهرباء وغيرها من الوسائل، بالاضافه الى الاستنطاق، يعني يحرمونك النوم. يعني احيانا عاده احنا نعرف الشخص عنده تحقيق، كيف نعرف عنده تحقيق؟ انه يقطع عنه المي والاكل قبل يوم، او يتعرض الى عقوبات. شنو الاكل، نوع الاكل اللي يجيب لكم اياه؟ الاكل الامريكي مال الجيش نفسه؟ الجيش الامريكي عنده انواع اطعمه يسمونها ارزاق معركه احنا نسميها، هم يخرجون منها انواع من الاكل اللي هم ما يستفادون منه. اما هذا النوع البسكت، لانه حتى كنا نجد به متعفن، او اكو انواع لحوم احنا ما نقدر ناكلها بصراحه،
يعني أمام الخنازير أو بها طعم أو ريحة، يعني ما ناكل إحنا. بل هناك يعني أحد المعتقلين منع من الأكل، وكانوا يحاولون يجبرونه على أنه يأكل لحم خنزير، إجبار على هذا. كم وجبة يجيبوا لكم؟ يجيبونه باليوم وجبتين، لكن شنو تحكم في وقت. والوجبات احنا كنا في رمضان كانت تتعارض ويا اوقات الصيام، فهم يعني عادة مثلا قبل الفطور بربع ساعة يجيب لك الاكل. شو هدب ابو غريب بالصور اللي طلعت، مجندة تمسك كلب والكلب قريب من شخص، واخرى تمسك سجين من رقبته. السجين هذا الاخ عبد الوهاب، وهو كردي من شمال العراق، ومن ضمن اللي رفعوا دعوة معنا ضد ال. شنو تهمته؟ والله يا سيدي هو يعني لا توجد لديه تهمة، والدليل أنه أطلق سراحه باعتباره من الاعتقالات الخاطئة، وحاليا موجود. وليش هو اختارته تخلي الحبل عملية الاختيار هاي لها شيئين. أولا هؤلاء ليس هم من يعذب، هذول ناس ثانويين، هذول هيك يتطوعون للتعذيب. لا هاي طلعت بصوره مشهوره المجندة. نعم هي هاي المجنده شو اسمها؟ انقيله اسمها. انقيله طلعت يعني مره بيدها الكلب ومره بيدها هذا اللي سميته عبد الرحمن. الاخ عبد الرحمن. عبد الرحمن ولا عبد الوهاب؟ عبد الوهاب عبد الرحمن الكردي. طيب غير انجيله، هل هناك مجندات مارسن التعذيب ويا محل؟ مثل سابرينا ايضا مجنده، هاي مجنده. سابرين ايضا مجند، هذول من اللي يضعون علامه المنتري بوليس. ماذا فعلت هاي؟ فعلت الكثير. مثلا يعني مثلا احد الاخوه نهش الكلب، فكانت تلطع الدم ماله او تخيط الجرح ماله تلطع الدم؟ نعم، وحتى موثقه بصوره هاي، وهي حكمت في الاونه الاخيره، رغم انها كانت يعني اقل سوءا، مو يعني افضل، اقل سوءا من انجيلا. يقال ان بعض المجندات يراودن السجناء عن انفسهم او يعني المجندات لا المحققات. شنو الفرق؟ الفرق محققه تابعه للشركه الامنيه، للشركه الامنيه اللي هي المسؤول الاول والاخير عن اداره السجن وحياه واطعام وملابس المعتقلين. انا سالت هاي سابرينا عن طريق احد الاخوه اللي تكلموا انجليزيه عن لماذا تفعلون بنا هكذا، قالت نحن نتلقى الأوامر من المحققين، يعني يقولون مثلا فلان أو رقم يعطى وان بلانكت، يعني ما تسمى بطانية واحدة، يعطى بطانية أمام الشيخ أبو عبد الله إمام جامع محمد الأمين من المحمودية. هذا الرجل قبلي وبعدي بقى لثلاثة أشهر هو عاري تماما، حتى حين ثلاثة أشهر عاري تماما في الزنزانة، حتى حين يحاول أن يستر عورته بأكياس الطعام الفارغة يأخذونها منه. ماذا فعلن المحققات مثلا؟ المحققات يعني كان كثيرا ما يراودن المعتقلين، يعني مثل الأخ مصطفى، الأخ أحد الأخوان من القرمة، وهو كان شاب، يعني شاب في مسجد، إمام وخطيب مسجد، طلبت منه أن يمارس الجنس معها، رفض علني، يعني علني وعلى المكشوف وأمام السجناء في جلسة التحقيق. بس هي وياه كانت غرفة التحقيق قريبة من عندنا، وكنا نسمع أصواتهم، واللي مقابله بالزنزانة يشوفونه، يعني يشوفون هاي الواقعة. أصر على الرفض هذا، تم ربطه في باب الزنزانة، وارتدت قضيب اصطناعي واغتصبته، وبعد 10 أيام أطلق سراحه، لأن لم يثبت عليه شيء الرجل، وعلمت فيما بعد أنه أجرى تداخل جراحي. هي اغتصبته؟ نعم اغتصبته بالقضيب الاصطناعي اللي ارتدته، وعلمت فيما بعد أنه أجرى تداخل جراحي لنفسه نتيجة هذا الاغتصاب. هذا اللي كان يحدث في السجون، وهذا المحرك الأساسي هو اللي يدفع العالم على العنف. هل حدثت عمليات اغتصاب أخرى للرجال؟ كثير للرجال؟ كثير نعم. ومعروفين؟ معروفين. ولم يتدخل؟ عملية الاغتصاب مو تصرف فردي من سجان،
عملية مبرمجة؟ عمل مبرمج وممنهج. ولنأخذ على مثل نظر الاعتبار أن هناك محقق شخص إسرائيلي ألف كتاب أشار به على أنه إذلال العربي، الإنسان العربي والمسلم، وكسر إرادته، تتطلب إذلاله جنسيا وإهانته بهذه الطريقة. وطبق تفاصيل هذا الكتاب، وقيل لابنة هذا الصهيوني اللي ألف الكتاب أن أباك ألف هذا الكتاب، وهم قالت أن أبي ألف كتاب ولكن لم يقل للجيش الأمريكي اذهبوا وطبقوه في أبو غريب والعراق. فهذا يدل على أنه تقرير الكونغرس الأخير اللي صدر ثبت أن هناك عمل ممنهج ومبرمج ومدربين عليه، والكل يعلم في هذا. حتى كونداليزا رايز اللي كانت تطلع أحيانا بلقطات تعزف البيانو وتدعي أنها رئيسة جامعة، حتى هي كانت تعلم ووافقت على هذا الأعمال الإجرامية والقذرة اللي كانت تتم في السجون، واللي أنا أعتبرها من خلال لقاءاتنا وتوثيقنا لأكثر من 65 ألف حالة هي المحرك الأساسي للعنف. 65 ألف حالة شنو؟ اغتصاب؟ 65 ألف حالة معتقل، قصة معتقل احنا نوثقها، ولدينا أمل ويقين بالله كبير أننا يأتي يوم يأخذون حقهم. نعم احنا حاليا رفعنا 270 دعوة، احنا لو وجدنا الدعم لذهبنا إلى بيت كل عراقي ووثقنا ما حدث لهم، لأنه كل العراقيين وقعوا تحت أسفل. هل هناك سجينات؟ نعم، قريبات منكم؟ الطابق الثاني كان يقسم إلى 50 من هذه الجهة و50 من هذه الجهة، على كل جهة 25 طابق زنزانة. يعني احنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه أكو غرفة تحقيق وغرفة الحرس اللي هم يجلسون فيها، وزنزانة اللي بصفوي مال أبو زيد اللي من دياله، يعني أجد أنه المسافة بيني وبين النساء كانت حوالي 9 أمتار. فكنا نسمع استغاثاتهم من يتعرض للاغتصاب، وكنا نرى بعيوننا يؤمر معتقل يوزع لهم الطعام على أن يكون هذا المعتقل عاري تماما، والمعتقل وهن عاريات أيضا؟ لم أراهن. المعتقل يجب أن يكون عاري تماما حتى يوزع لهم الطعام، والمرأة التي لا تنظر إليه بملء عينيها تحرم من الطعام. وأؤكد أن النساء اللي كانوا المعتقلات لم تكن واحدة منهن تستحق الاعتقال. زوج مطلوب أو أخ مطلوب أو ابن مطلوب يأتون بأمه أو أخته أو بنت رهينة. أنت الأسماء التي ذكرتها كلها من المنطقة الغربية، يعني هل كان السجن حكر على هؤلاء من هناك؟ لا، السجن يضم الكثير ويضم كل محافظات العراق. أنا أمامي كان من محافظة بابل، وفي الخيم كان معانا من كربلاء ومن النجف. وعملية الفرز الطائفي، يعني إذا حبيت على هذه النقطة، بدأت من السجن. كيف؟ هذه الشركات يا أخي شركات لها أجندات دولية ولها ارتباطات وولاءات. يعني كان الأخ عارف الكعبي بيتهم في محافظة النجف في شارع الهاتف، يعني كنا ناس تعطينا رجل الناس دين؟ عناوينهم. رجل دين؟ لو نعم رجل دين، أظن رجل دين يعني شاب هو. فهذا الشخص عارف الكعبي، عارف الكعبي، كان منزوي، لأنه الحقيقة المكان اللي كنا فيه بدايتنا بالخيام كان يعني أغلب الموجودين بيحسبون على يعني مناطق معينة. فطلبت منه أنه يعني يتآلف ويانا، وليش عازل نفسه؟ فالرجل قال يعني أول مرة تردد، قلت له أنت ليش تردد؟ قال يعني ذولا، يعني طبعا الأمريكان فهمين هذا الكلام. قلت له تعال صلي بينا. قال لي قلت له لا أنت صلي بينا. فإحنا من يصلي بينا كان عددنا 5 خيام حدود 250، أمنا بالصلاة، هو صلاة المغرب أتذكر. الأمريكان كأنما وقعت عليهم صاعقة، يعني رجل دين شيعي أم 250، يعني جلهم من السنة وبعظهم من الشيعة، يعني جلهم، يعني العراق كله وإكراد ويانا وكل مكونات التركمان. وين المشكلة يعني؟ هو إحنا نسأل وين المشكلة؟ المشكلة بالنسبة للأمريكي، الأمريكي اللي راح جاب كاميرات نصاب وتجمعوا، ما أن أتم التسليم بالصلاة حتى سحب بعنف. وقبل أن يذهب من عندنا، يعني من خلال الأخوة الذي يجيدون اللغة الإنجليزية،
يقول كيف تأمهم بالصلاة وأنت شيعي وهم سنة؟ طبعا هذا أثارنا بشكل كبير. احنا وسيلتنا هناك بالخيم هي قلع الخيم ورميهم بالحجار وهذا الإضراب، استمر الإضراب حتى الساعة 12 بالليل، حاولوا يتفاهمون ويانا رفضنا، الخيم الأخرى انضمت لنا بالإضراب، اضطروا بعد الساعة يمكن بالوحدة وحدة ونص بالليل تقريبا، يعني بعد منتصف الليل عادوها إلى الخيم. متعرض للتعذيب طبعا، متعرض للتعذيب شديد جدا وأذى كبير جدا على نفس الموضوع. ولهذا احنا نأكد بأنه كل من يتكلم بالطائفية من أي طرف كان أو عرقية هذا ينفذ للأمانة. للأمانة هل رفض بعض السجناء أن يصلوا خلف هذا الرجل الشيعي؟ أبدا. للأمانة، للأمانة وأقولها ولو كان غير، بل لم أجد صعوبة في ذلك، في إقناعهم يعني. ولا أقنعتهم، ما احتاجيت إقناع. يا بشيخ عارف الكعبة راح يصلي بينا رأس العالم، اللي وجد وضوءه اللي يتيمم بالفراش واللي يتيمم بالتراب لأنه تعرف المي قليل فما وجدنا يا أخي. لكن احنا كنا نعلم وسبب تحركي هذا أنه كنا نعلم بأنه فرس طائفي يصير عندنا، يعني يصير عندنا فرس طائفي، فرس كردي عربي. ما هي تهمة عارف الكعبي أيضا؟ عارف الكعبي صايرة مشكلة في محافظة كربلاء، هو في النجف لو كربلاء، هو في النجف صايرة مشكلة في محافظة كربلاء، وجاي هو ومجموعة من الشباب أو العلماء محاولين يحلون هاي المشكلة في كربلاء، وأثناء اجتماعهم داهمتهم القوات وأتت بهم الأسماء. على أي تيار كان محسوب هو؟ والله لا أظن أنه محسوب هو الرجل، يعني لم يكن يتكلم باسم تيار، هو كان رجل دين يعني عراقي، وهذا يعني يكفي، لم نكن يعني ندقق في هذه الأمور وكنا نجلس سوا. لكن أنا أكد بأنه كل من تصرف طائفي يخدم المحتل من خلال أجندة الشركات الأمنية والإسرائيلية اللي هي يملكها جون إسرائيل واللي تدير سجون كثيرة في المنطقة. كم بقيت في هذه الزنزانة منفردا؟ وما هو البرنامج اليومي لكم؟ 49 يوم بقيت فيها بهاي الزنزانة. 15 يوم عاري تماما. عاري تماما. بعد ال 15 يوم وانا بلانكت، يعني بطانية واحدة وانا بلانكت طبعا، وبدون ملابس. اي انت طبعا من ينطونك وانا بلانكت الاخوة يهنونك عليها تهاني وتبريكات، تبريكات. فعلموني الطريقة اللي سبقوني، يعني قالوا تلزمها من الوسط تطبقها وتظل تحك بيها بالصبة الى ان تنثقب، تحطها برقبتك تصير هي ثوب ثوب يعني تدخلها برأس بالضبط. اي نعم. وكانت طبعا الحقيقة كانت سعادتي بها كبيرة. اللي هي هاي كنت لابسيها من طلعتي بالصورة؟ نعم بالصورة، وانا احتفظت بها حتى من اطلق سراحي، احتفظت بها وظلت لابسها وسلمتها للمحامين اللي لبست، قدمت دعوة يومهم سلمتها للمحامين، والمرحومة اطوار بهجت شافتني لابسها، لانه احنا كنا عادة شافتك من طلعت من السجن؟ اي نعم، على طريق ابو غريب. يعني طلعت من السجن لابس البطانية؟ اي نعم. هي البطانية احنا هناك نستخدمها، اكو مبدأ بالملابس الريف قبل يسمونه تشعم، شف تطبقه من مكان معين وتلبسه، فكنا نعاملها المعاملة البطانية. ما عندنا كانت مثلا، ما ينطونا قبوط ولا ينطونا رداء ولا سترة، يعني ماكو هاي بأدبياتهم كانت. زين تعتقد يعني هذا الإجراء أنه يبقى السجين عاري، نعم، هدف منه الإهانة فقط؟ لا أكيد، يعني الإنسان من يكون عاري يعني هم هاي من وسائل كسر إرادة الإنسان، بل حتى تهريب الصور. الصور كانوا يهددون فيها بداخل السجن. أي صور؟ هاي الصور اللي نشوفها. طبعا أنا ما كنت أعرف أنه التليفون بكاميرا، تدري الموبايل كان يعني تو داخل هذا، ما أعرف أنه فكانوا أثناء استغاثاتنا والتحقيق يضعون الموبايل فوقنا بهالطريقة. أنا كنت أتصور أنه يريد يسجلون أصواتنا، بعدين عرفت أنه هاي بيها كاميرات الصور. لم يكن هناك جندي أمريكي داخل أو خارج أو محقق أو حرس إلا وتجد في ذا كاميرا، بل وصل الأمر عندهم
أن يأتوا أشخاص يعني قد يكونوا من خارج السجن على السجان، على جرينر أو على محقق أو على سابرينا أو انجيلا، يخرج له مجموعة من المعتقلين يضعهم بوضع يعني مو طبيعي ويأخذ معاهم صورة، أما يضع تكرم حذاء على رأسهم أو يعريهم حتى يأخذ معاهم صورة للذكرى في العراق. بسادية غير مسبوقة، بسادية غير مسبوقة. وأكد بأنه عملية الصور كانت مباح عندهم ومسموح بها، وتهريب الصور وإخراجها مو صار بدون قصد ولا مجبرين عنه، لا صار بقصد، وهو يعني شلون يريد يكسرون إرادة الناس، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى هذه الصور وتسريبها كشف حقيقتهم وكان أداة ضدهم. يعني هاي تعقد فضيعة أبو غريب كشفت عن طريق الموبايل؟ أكيد، لا لا لا، عن طريق الصور، هي الصور الموبايل وغيرها. أخي تسريب الصور كان الهدف منه ترهيب العالم، لأن هم كانوا يأتون بالصور نقول هاي، يقول لك هاي راح أوديها لمنطقتك، وديها لديرتك، وديها لأهلك. يعني أنا أضرب لك مثل، شيخ عمره 85 إلى 80 سنة، وهو من أبرز رجال الدين اللي يعرفون بالاعتدال والوسطية وكل ما تحتمل هذه المصطلحات الجديدة اللي هسه ظهرت. هذا الرجل جي أبي ويا أخوان وولد أخوان وولد عم، يصل عددهم إلى أكثر من 20، من عائلة واحدة، من عائلة واحدة، عائلة الشيخ جمال نزال، ولا أدرى تردد حتى في ذكر اسمه، لأنه هذا رجل من أعلام العراق ومن أبطال العراق. أجبر أو ألبس بالقوة المايو البكيني، وإلك أن تشوف رجل عمره 80 سنة يلبس المايو البكيني بالقوة، وتلتقط إلى مئات الصور أمام أخ وابن عمه وابن خاله وأمام أخوه الشيخ كمال نزال الله يرحمه، اللي قتل على يد القاعدة فيما بعد. قتل على يد القاعدة، على يد القاعدة فيما بعد. سنكمل في الجزء الثاني من هذه الحلقة أستاذ علي، ونتواصل معك مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة ونواصل. أحييكم من جديد وأرحب ثانية بضيفي الكريم رئيس جمعية ضحايا سجناء الاحتلال في العراق السيد علي القيسي. مرحبا بك أستاذ علي. أنت في الزنزانة، لا بد أن يتناهى إلى سمعك أن فلان قد مات في التعذيب، وأن فلان قد قتل، وأن فلان، فهل هناك أسماء تعرفها تذكرها؟ يعني عادة الضغط يتم الممر اللي بين الزنزانات، هو يتم به التحقيق، وهذا التحقيق كان متواصل ويشاهد من قبل الموجودين؟ نعم نعم، وهو القصد حتى تشوفوه بالضبط، من باب ترهيب المعتقلين في الزنزانات، لأنه وجوده بالزنزانة، احنا وجودنا بالزنزانة يبين أننا لم نعترف أو لم يتم التحقيق معنا، فبالإضافة لما يصب علينا من عذاب وحرمان من النوم والطعام، كنا نرى في هذا الممر عمليات التحقيق اللي تستمر 24 ساعة باليوم، وتشاهد فيها من كل المحافظات العراقية. فكان كثير من الأحيان تتم عملية الضغط على المعتقل حتى الموت منهم، حتى الموت منهم الشخص اسمه مناضل الجميلي، قلعت عينه بالتحقيق ومات أمامنا، وشخص قاموا بحلاقة قسم من شاربه وقسم من شعره منها وقسم من لحيته منها، وأيضا مات أمامنا في التحقيق. مات بسبب شنو؟ مات بسبب التعذيب والضرب والكهرباء وال... تعرف اسمه؟ اسمه ردام، أي ردام اسمه، أمامنا أيضا مات بالممر، مات بالممر، مات أمامنا. بالإضافة يعني كثير من حالات هناك من يسقط مغميا عليه، قد يكون مات فيحمل نعلم، لكن من مات وتأكدنا منه، مثلا ردمان، سنان أبو قلال. سنان أبو قلال كان محافظ، هذا كان نعم محافظ، كان محافظ، هو لواء عسكري في الجيش. كيف قتل؟ أيضا يعني نتيجة الضغط أو القصف. بالمناسبة هم سربوا، قالوا أن هناك قصف. يا سيدي الكريم، هذا القصف تم بتدبير منهم، وأنت ومات بالقصف سنان؟ أنا لا أعلم، أنا أعلم أنه مات بيد الأمريكان. وأعطيك مثل، يعني عندنا حين كنا في الخيام كانوا يقومون بعقوبات جماعية ضد المعتقلين،
وكان أحد المعتقلين رجل كبير ومصاب بداء السكر. فأثناء وقوفه بالشمس بالعقوبة الجماعية هذا الرجل اضطر لأن يقضي حاجته على نفسه، يعني تبول على نفسه، فانقهر من هاي الحالة أنه أمام مئات المعتقلين. نتيجة هذه الحالة توفى بعد ساعات كمدا. هم قتلوا، يعني ما الفرق بين تقتل الإنسان برصاصة أو تقتله في هذه الطريقة؟ يعني مثلا، وهناك من وصل إلى الموت. مثلا أمامي كان الشيخ حامد أبو دعاء، هذا الرجل جربوا معه كثير من صنوف التعذيب، ولكن في يوم من الأيام استدعوه ساعة متأخرة بالليل، واجه المحقق بكلام، قال له احنا ذهبنا لمداهمة بيتك، وأثناء التفتيش استدارت الدبابة وسحقت ابنك فلان براء اللي هو عمره سنتين، وزوجتك فلانة بدأت تولول. الذي صادف أنهم يفترض أنه لا يعرفون اسم ابنه ولا حتى اسم زوجته. وفعلا الواقعة صحيحة؟ هو بلغوه هذا الكلام. هذا الشخص باليوم الثالث بدأ يأخذ حبوب تحت اللسان، أصيب بأزمة قلبية. وبعد 6 أشهر علمنا في أول مواجهة أنه زوجته وبنته وابنه الصغير أتوا لمواجهته في سجن أبو غريب، طلبوا منهم أن يملؤون الاستمارة باسم المواجهين، الطفل فلان عمره 3 سنتين والمرأة فلانة بنت فلان، فاستخدموا هذه الاستمارة لإيذاء نفسيا. كل التعذيب الجسدي اللي ذاقه لم يكن يساوي 1 بالألف. واجهوا له لا بعدين؟ بعد 6 أشهر حينما أصيب بأزمة قلبية وظل يعاني معاناة كبيرة، وهو يعني ما أمامه غير يصدق. محقق يقول له ابنك فلان وزوجتك فلانة، وكيف بعد 6 أشهر من افتراض أنهم ماتوا، علمنا بأنه عملية، هذه العملية تمت من خلال استغلال استمارة المواجهة اللي ملأتها المرأة، وما بعد ما ملأت الاستمارة قالوا لها ممنوع المواجهة أو ما عدنا هذا الاسم. فهذه من الوسائل اللي كانوا يستخدمونها. وسائل أخرى هي يعني استخدام الابن والأب أيضا والعائلة أيضا كانت. هل كان هناك سجناء من جنسيات غير عراقية؟ نعم كانوا معنا. منين؟ والله كانوا معنا، هذا اللي يظهر بالصورة ينبح عليه الكلب في أشد حالات الرعب، هذا من اليمن، هذا طالب مدرسة أكو كانوا يسمونها الصنايع أو تعلم يعني مدرسة مهنية كانت وفيها طلبة كثير من كل الدول العربية، وهو كان طالب يمني هذا يسكن في بغداد. ماذا يفعل اليمني عندما بدأت الحرب وأسقط الإمام؟ يختار أن يغادر. يعني أنا كلمته هو الرجل. لا ماذا يفعل يعني؟ سألت هذا السؤال، هذا الرجل جاي. ألا يفترض أن يغادر؟ هذا جاي من اليمن وحتى ما عنده أجرة يعود لليمن، ينتظر يكمل السنة مالته سنة الدراسية. ما تعتقد من خرط يعني فصيل متطرف؟ يا أخي والله كان إنسان، وبعدين أطلقوا صراحة بعد ما تعوقت رجله، أطلقوا صراحة لعدم ثبوت شيء ضده. نعم. غير اليمن. وغير اليمن من سوريا ومن جنسيات كثيرة كانت. نقلت مرة ثانية إلى عدت مرة ثانية إلى الخيمة؟ إلى الخيم؟ أكو مشاهدات كثيرة تمت. نعم. أثناء وجودنا بالمحاجر من الصعق بالكهرباء وغيرها. وأحب أسجل نقطة مهمة هي اشتراك الأطباء في عمليات التعذيب من خلال شيئين. من خلال مثلا هناك من يدعي أنه أغمي عليه أو غيره. أنا شخصيا في إحدى جلسات الكهرباء عضيت لساني وبدأ الدم يطلع من فمي بغزارة ينزل من تحت الكيس، فرفعوا الكيس من راسي وكنت ساقط أرضا، جابوا الدكتور علي ففتح حلقي بالحذاء ودار بي مي، فشاف الدم يخرج من لساني مو من معدتي. أتذكر جيدا أنه قال لهم كونتينيو، استمروا. وهناك دكتور
بطلب من المحكمة الأمريكية تحول إلى شاهد وأدلى بمعلومات مهمة عن اشتراك الأطباء في عمليات التعذيب اللي تشمل حتى زرق بالأبر في مناطق الركبة أو الظهر. هاي يعني نذكرها للأمانة، الأطباء كانوا يشتركون بالتعذيب. عودة يعني قبل أن يفرج عنك عدت إلى المخيم. نعم. إلى الخيم. من ال هاي العودة يعني كأنك تمهيد للإفراج. لا مو تمهيد، أنت من يطلق سراحك من المحاجر كأنما خرجت إلى البيت أو إلى الجنة. إلى الجنة. يعني أنا يوم اللي خرجت من المحاجر للخيم ظليت يومين ما أطب للخيمة، بس أضحك على السماء، لأنه إحنا حتى الكلام بيناتنا لم يكن مسموح. يعني لم يكن مسموح. في نفس الخيم رجعت نفس المكان؟ لا ما يرجعونك في نفس الخيم، أنا كنت في بي ورجعوني في دي، وضعوني في دي. الذين كانوا في الخيم كانوا معتقلين حديثا؟ منهم معتقلين حديثا ومنهم معتقلين قبلي أو معي. من المعروفين أو يعني؟ أذكر الدكتور سعد حمادي. الدكتور سعد كان قريب منكم؟ كان في خيمتي. في خيمتك؟ في خيمتي نعم. وكان يعني من طلعت المحجر لقيته موجود؟ نعم لقيته موجود. شو قصر له موجود؟ ما سألته بس قال انه انا موجود، يعني لقيته في خيمتي. وكان بعد كم يعني تبقيت 49 يوم قلت 49 يوم نعم وجدته موجود بالخيمه. وانا كنت احنا هم كانوا يضعون شخص علينا على كل مجموعه خمس خيام يكون مسؤول امامهم عن الخيمة. ايش قد بها 50 قلت 50 هي طاقتها 20 لكن هم يضعون فيها 50. وسعد الحمادي كان مع الخمسين يعني مع الخمسين وكنا يعني وكل السجناء كانوا يعرفوه سعد الحمادي؟ نعم يعرفوه معروف. اي نعم. كيف كانت علاقته بهم وعلاقتهم به؟ والله هو الرجل اني يعني وجدت في بدايه الامر انه هو الرجل يعني معتزل، وهو كان يردد اني لا اتكلم في شيئين لا في السياسه ولا في الدين. فاني طلبت منه طلب انه انا احتكيت به. نعم لا هو في خيمتي واني يعني تقربت منه. هناك نظام عندنا امام الخيمه، ولم نكن يعني نضيع وقتنا سدا. يعني مثلا الشيخ عبد الكريم السامرائي اللي هسه بالبرلمان، هذا الرجل كان له في الدور تربوي جدا في السجن الحقيقه، سواء في سجن في ابو غريب. عبد الكريم السامرائي تقصد بالحزب الاسلامي؟ اي نعم. كان معاكم؟ او كان مع اطفال اثنيناتهم، معاذ وكريم واثنيناتهم اطفال، اثنيناتهم معتقلين كانوا معاه. هذا الرجل كان له دور تربوي، كان يعلم اصول التلاوه وقراءه القران. وهو كان يعني فكره طيب يعني باي تهمه كان معتقل؟ ما يعرف هو الرجل اي تهمه. Nothing. هم يعني اكيد عندهم تهمه له، لكن اطفال اثنين كانوا معتقلين ايضا وياه، وتعرض لصنوف من التعذيب وغير ذلك. طيب سعد الحمادي طلبت منه ان يصلي معكم؟ لا هو كان يصلي معنا الرجل عادي، بس انا طلبت منه طلب انه احنا كنا نحاول يعني نجد شيء نسلي فيه انفسنا، نشغل به انفسنا. هذا من يتعلم الكردي، وهذا من يتعلم التركي، وهذا من يتعلم الانجليزي، وهذا من يتعلم الفرنسي. دكتور وليد علي اكبر استاذ الفيزياء النوويه كان يعلم انجليزي، كل واحد يعلم بطريقته. فدكتور سعد الحمادي طلبت منه، قلت له انت ما طول ما تحشد لنا الاثنين، احنا اغلبنا ما مسافرين، والموجودين هنا لم يسافروا ولم يتعدوا، فاحنا نريدك تحكي لنا عن عادات وتقاليد الشعوب بحكم سفر الكثير كوزير خارجيه. فبعد الحاح وافق الرجل، ووضعنا له جليكان وبطانيه واجلسناه، وانا افتريت على الخيام وطلبت منهم ان يحضرون. اخذت موافقه اداره السجن او ما اخذت موافقه اداره السجن؟ ما عدنا إدارة سجن. الأمريكان وافقوا؟ إحنا أخي ما نعترف بإدارة السجن. لا وافقوا الأمريكان سعد الحمادي؟ وافقوا لم يوافقوا، إحنا ما نعترف بإدارة السجن، هم عندهم شخص مخلينا مسؤول. هذا الشخص ما اعترض؟ هو كان يعني هو كان إحنا نحسبه ويا يعني نحسبه وياهم. نعم. أي وظهر فيما بعد بالتلفزيون.
فيوم بعد يوم بدت الحلقة تكبر. ألقى محاضرة سعد بن حمادي؟ نعم، تكلمنا عن عادات وتقاليد الشعوب، طعامهم، تعاملهم، استقبالهم، طريقة هاي اللي يسمونها الأتكيت بالحفلات، كيف أن هناك من يعطونا رأس خس، وهناك يعني أكو أشياء كثيرة. الحقيقة كان كلامه جدا لطيف وجدا يعني مفيد، إنه يعني في المعتقل أنه كان تتخلل مواقف حلوة، تتخلل طرائف، تتخلل عادات وتقاليد وزيارات لدول عديدة في العالم. يوم بعد يوم بدت هذه الحلقة تكبر، وبدت العالم، وهذا ما أثار قلق الأمريكان ضده طبعا. الحقيقة هو كان رجل متماسك جدا، وكان احنا مثلا إذا شخص عنده فانيلة أو ملابس داخلية تمزق أو قديمة يحولها إلى جواريب، لأنه كان البرد قارص علينا ومطر، والأرض السجن مال أبو غريب أرض مو حلة يعني صبخة هي بطبيعتها. فأتذكر احنا كان عندنا إبرة ومشروع إبرة، وسحبنا له خيط من الخيمة، وبدأ يخيط الفانيلة مالته اللي ممزقة، يخيطها يحولها إلى جواريب. نظرة يبدو مو كثير يعني جيد، فخيط الفانيلة على البدلة مالته على رجله، واحنا كنا جانب السين ونتشمس، والأمريكي شاف هذه الحالة فراح جاب له بزود جواريب جديد انطاه اياه. فهو تكلم معاه قال له أنا أرفض أستلم، إذا تريد تجيب للكل ممكن، وهذا حقهم مو منك إذا تجيب لهم كلهم، أما تعطيني أنا كشخص فراح تميزني عنهم، وهذا أسلوبكم هو تسقيط الناس بين أقرانهم وبين الناس المحيطين بهم. رفض، رفض ورفض بقوة. وأنا كنت يعني كثير ما يعني أتلاطف وياه أو أحاول، الحقيقة يعني أنا كان قصدي أنه أخرجه من عزلته. يعني عزلته بالضبط، لأنه حكى عن تجربته؟ لا رفض. انتقد؟ لا، الرجل بس كان يتكلم كلام عام. أنا أتذكر مرة قلت له أنت متهم عندنا، قال ليش؟ قلت له أنت خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، فألقانا محاضرة كاملة عن الجامعة الأمريكية في بيروت، وأنت تخرج منها من شخصيات مناضلة وعربية وإسلامية وقومية وغيرها، تحدثنا الكثير عن هذا. ولذلك أنا بعد خروجي من المعتقل أول معرض للجمعية سويته بالجامعة، في الجامعة الأمريكية في بيروت، وذكرت هذا في محاضرة، وكثير من الأساتذة يعني أبدوا يعني استغرابهم أو شكرهم وامتنانهم لأن عندهم طالب يذكرهم لحد الآن. هل رأيت سعد الحماري يتعرض إلى تعذيب؟ والله هو كان يأخذ كل من يأخذ للتحقيق وحده، فهو هو وجوده معانا أخي تعذيب. تذكر رقمه شو قد؟ لا ما أتذكر رقمه، بس كان يعني تسلسل 151 يعني قريب مني، احنا يسمونه 151 ويبدا التسلسل. بس كان يعامل بقسوه جدا منهم، وكانوا يعني من ياخذونه. اتذكر عندنا احد الاخوان المعتقلين اصيب بزائده دوديه، فاخذوه سووا له عمليه ورجعوه بالبدي مال اللوري، فيبدو انه جابوه للخيام قبل ان يفوق من البنج، حتى ذبوه من اللوري، فطلبنا منهم ان نروح نجيبه من راس المعسكر او السيم، فرفضوا. طلبنا من دكتور سعد بن حمادي يكلمهم بالانجليزي، رفضوا. تكلم معاهم هو بخشونه سعد بن حمادي جدا، فايضا اخذوه قد يكون عذبوه وساؤله بسبب المشاده اللي صارت، وهذا المعتقل اضطر ذبوا عليه ماي قالوا له قوم، فتدري هو يعني بعد ما فايق من البنج قام مرتين وقع، صار عنده فتق مرة ثانية. شخص مقابلنا سقط من المرافق الصحية اللي خلينا هم احنا لا نجيد استخدامها، يعني بلاستيك ويفترض ان تقعد بيها، فشخص سقط وكسر عنده كسر هنا صار، وخرج العظم منه. وهم عادتهم انه يأتي من يسأل من يدعي انه دكتور في العاشرة صباحا، فتطلب أن هذا الشخص والعظم خارج من إيده أن يبقى إلى اليوم الثاني العاشرة صباحا حتى يعالج علاج بدائي.
الحقيقة الدكتور سعد الحمادي كان إنسان متماسك جدا وطيب جدا، ومن أتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر احنا حاولنا أنه نستعين به، لأنه الأمريكان مفهمين الصليب الأحمر بأن ذولا أول ما يدخل الصليب الأحمر راح يأكلونهم وراح يطعنونهم وراح يذبحونهم. هو تحدث معهم؟ فأول مرة ما سمحوا لهم يدخلون، انتظروا ساعتين، فطلبنا من سعد الحمادي أن يتحدث معهم. تحدث معهم وكان معهم رجل كبير السن متطوع في الصليب الأحمر سويسري أو على الأغلب سويسري. فدا يحكي ويا سعد الحمادي أنه قال له ذول الناس اللي يتكلمون معاكم، أو قال له احنا ليش تيد تأذونا، واحنا سبب قد تكون حدثت حالات أذية للصليب الأحمر. يعني أضرب لك مثلا، احنا كنا بالانفرادي، أتونا أشخاص اثنين يحملون الصليب الأحمر، علامة الصليب في باج أبيض بلاستيك، وياهم مترجم قال تكلموا ذول الصليب الأحمر. فأنا وأحد الأخ اسمه طراد من الهبارية تكلمنا لهم عن التعذيب وما مر بينا. فوجئنا بعد ساعتين وضعوا الكيس براسنا واخذونا للتحقيق، ولقينا معانا 3-4 من بقية الزنزانات، فتبين أن ذولا محققين وصبوا جام الغضب علينا. فهم كانوا يريدوا يوقعون بين المعتقلين وبين المنظمات الإنسانية، وهي الصليب الأحمر الجهة الوحيدة اللي من حقها. فالحقيقة دكتور سعد الحمادي تكلم ويا هذا، بعدين هذا الشخص اقترب من دكتور سعد الحمادي بشكل مو طبيعي دون يعني إرادة الأمريكان اللي كان يحذرون. عرفه، فيبدو عرفه أنه هذا كان وزير قبل، وبعد خروجه من الوزارة يعني بدأ بالعمل مع الصليب الأحمر كمتطوع. فقال له أنا يعني ما معناه أنه أنا أعرفك أو، فصار حديث سعد الحمادي قال له ذولا فلان دكتور فلان هيك فلان هيك. قال له بس ذولا يقولون يعني ما معناه أن ذولا يعني إرهابيين، إرهابيين وراح يذبحون. قال له بالعكس، إحنا ادخلوا وعلى أن لا يدخلون معكم. فأصروا الصليب الأحمر أن يدخلون وحدهم وحدهم، وطلب تأخيرهم حوالي 3 ساعات أخرى إلى أن تقريبا صار وقت الغداء. إحنا رفضنا نستلم الغداء إلا يدخلون، ودخلوا. كانت هاي يعني أفضل بداية وأحسن دخول للصليب الأحمر، اللي بمقتضى أنا أطلق سراحي باعتباري معوق، وتمت مقابلتنا. رغم أنه أكو معتقلين تم نقلهم قبل ساعات من دخول الصليب الأحمر أو مجيئهم، أيضا طلب الصليب الأحمر من عندنا أن نتذكر أرقامهم وأسماءهم، وسجلناها ودوناها لهم، لأنه من خوفا من محاولة إخفائهم أو تصفيتهم أو تغييبهم قسريا. فبدأ دكتور سعد الحمادي يشرح لهذا، وكل من يتكلم له بقصته، وهو كان يجيد اللغات كثيرة، وهم يتكلمون لغات مختلفة، لأنه لاحظنا دكتور سعد الحمادي يعني يتكلم أكثر من لغة مع الموجودين. فبدأ دكتور سعد الحمادي ينقل الكلام. أول مرة أجلسنا هذا بالصليب على الجليكان والمقعد هذا الوثير مالنا، اللي هو عبارة عن قونيتين تراب وجليكان، لكن مشاف سعد الحمادي أصر على أنه هو يجلس بالأرض ودكتور سعد الحمادي يجلس فوق. فبدأ دكتور سعد الحمادي ترجم له بصدق يعني حقيقة معاناتنا. ومن ذي سعد الحمادي تغير أكثر وتأثر أكثر الرجل، لأنه عرف قصصنا. فأنا أتذكر كان كل ما يلاقيني، لأنه أنا تكلمت ما لاقيته بمحاضر، كل ما يلاقيني يعني يأسف وحتى تدمع عينه. وعلى الأخ الكردي كاوا كان معانا، هذا حين سئل من أبو الصليب الأحمر قال له أنا مرتاح، أنا في نزهة هسه. ليش في نزهة؟ فإحنا استغربنا أنه هو كان أيضا يتعرض لكثير من الأذى. هو داخل زنزانات لما داخل بعده؟ داخل زنزانات ومتعرض لأنواع الأذى، وطالع من زنزانات جاي للخيام. نعم، ويقول أنا بنزهة. قياسا من سألناه قال أنا قياسا لما لاقيته في سجون الأخوة الأكراد. يعني هو كان مسجون هو ألقي القبض عليه شمال قبل الاحتلال، وجيء بزوجته وأخته وتم تعريتها أمامه حتى يوقع الاعترافات، ووضع في تابوت الثلج وغيرها من ذلك. بعد الاحتلال تم تغيير تاريخ إفادته وتسليمه للأمريكان على أنه ألقي القبض عليه أمس
وهو إرهابي. فهذا كان يعتبر ما يلاقيه في سجن أبو غريب بالنسبة لسجون الأخوة الأعداء نزهة. طيب أنت ليش رجعوك للمخيم؟ يعني تمهيدا للإفراج عنك؟ ما أعرف، هم يعني يأسوا مني. لا أنت ما رجعوك للمخيم، صار لك شعور راح تطلع؟ لا، هم الحالة اللي يعيشون بها المعتقل أنه أنا ما فكرت في يوم من الأيام أنه أطلع، ولهذا يعني أنت مقطوع تماما عن العالم، لا زيارة لا مواجهة. متى أبلغت أنه سيفرج عنك؟ على الخط السريع، ما شالوا الكيس من راسي، ضربوني دفروا. يعني كيف يعني اجوا شالوكم بسيارات؟ بلغونا قالوا قبل يوم دزوا علينا تحقيق، اعادوا علي الامور كلها، وقالوا انت اكو اشياء ظهرت جديده ضدك، واكو ادله ووثائق جديده ضدك، وهاي هي طريقته. فرجعت انا لكن لاحظت انه اكو فشي يجمع بيناتنا احنا اللي دزوا علينا. طبعا استدعونا ابويا صلاه الفجر. ايش قلتوا انتم؟ احنا كنا حوالي 86 واحد. 86 واحد من كل المحافل مع صلاه الفجر. مع صلاه الفجر اخذونا وبدا التحقيق معانا، والضرب والاذى بشكل مو طبيعي. فهمت انه راح ينعاد التحقيق وراح يجوا اكو ادله وبراهين ضدنا. لكن لاحظت شيء، انه اكو فد شيء يجمع بيناتنا كليتنا، وهو العوق، اصابه بليغه او عوق، هذا اللي كان يجمع بيناتنا. في اليوم الثاني ايضا استدعونا ويا صلاه الفجر واخذونا الى مكان يبدو هو اللي دخلنا به من اول مره، وافهمونا بانه راح ننقلكم الى غوانتنامو او سجن بوكا بالبصره، و جابونا على تسليم الامانات غراضنا، قالوا هاي غراضكم راح تنقل وياكم للسجن الجديد. انا الحقيقه كان عندي 2000 دينار. يا عراقي. 2000 دينار عراقي. اعطوك اياها؟ انطوني اياها. بعدين طلعت لقيت الفلوس متغيره، رحت اخذ تاكسي بين ما اقبلون. يعني يبدو ان العمله متغيره يعني خلال وجودي. طبعا عمله جديده. بالضبط ما اعرف. فما يعني ما عرفت الا احنا واقفين، موجوده باحدى الصور، رفعوا الكيس من راسنا وشفت نفسي انا بالخط السريع اللي خلف سجن ابو غريب، وسيارات وناس كثيرين بعيدين ينتظرونا يحاولون يقتربون منا بعد ما تذهب القوات الامريكيه اللي تلقينا. فهم على السريع لصقوا يضربوننا. ضربوكم حتى اللحظه الاخيره؟ اي، حتى ينزلونا من السياره. فانا اتذكر تكرم عال ظل واحد بالبادي واحد عندي شيتنا. لما لقيت بانتظارك؟ بعد ما تحركوا القوات الامريكيه لقيت كثير من الناس ينتظرون، تقدموا، وهذا اللي شايل صوره ابنه اخوه بنته امه يعني الأمه. فتقدمت مني امراه كانت لابسه رابطه وعندها برازيلي زرقاء ومعاها سايق، قالت لي انا واخوي هذا، وشفت هذا السجين، فاظهرت لي صوره الدكتور سعدون حمادي. صوره سعدون حمادي؟ نعم. من كانت المرأة؟ زوجته. زوجته الثانية؟ ما أعرف، هي زوجته، قالت أنا زوجته وهذا أخوي. فيبدو أنه هو تحدث لنا عن وفاة زوجته الأولى، زوجته والرثاء لها. فقلت لها ما حاجة يعني تشيلين صورته، بس قولي اسمه، هذا رجل علم وموجود والحمد لله وصحته، وحتى أحيانا يعني زين ويمارس الرياضة وغيرها. مع العلم أنا حز بنفسي لأنه قبل يوم أو يومين هو تدهورت صحته لدرجة أنه يعني نقلوه للعلاج، تدهورت صحته جدا. يعني أنت ما ودعت أن طلعت، لأن ما راح تعرف، يعني ما ودعت جماعتك كلهم. ما نعرف أبد، ما نعرف أنه إحنا راح نطلع، هم يعيشونك بوضع يعني ما راح تطلع. أستاذ علي القيسي، شكرا لك على هذه الشهادة وهذه التفاصيل وهذه الصفحات. كنا نتمنى أن نتحدث لما بعد عن قضايا رفع الدعاوى وعمل، سنتحدث عنها في حلقات أخرى إن شاء الله، في وقت آخر، لكن هذه الصفحة المهمة، هذه الشهادة مهمة وخطيرة عن فضيحة أبو غريب وعما جرى للسجناء العراقيين في سجن أبو غريب على يد سلطات الاحتلال. شكرا لك مشاهدينا الكرام، شكرا لإصغائكم، ألتقيكم في شهادات أخرى للتاريخ مع ضيوف وشهود أخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.